وللمزيد من التفاصيل حول قصة الطفل أحمد وما يحدث شمال حماة ينضم إلينا الناشط محمود الحموي. أهلا بك محمود، بداية لو تحدثنا عن قصة الطفل أحمد النعسان وما وضع عائلته، وهل يعني ما هو وضعه حاليا؟ أهلا بكم أخي الكريم. طبعا الطفل أحمد محمد النعسان من عائلة فقيرة من أهالي مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. هؤلاء العائلات تعذر عليهم النزوح وكذلك تشبثوا في الأرض، هذه الأرض التي خلقوا فيها، فضلوا الموت عليها. ولكن سبحان الله، طيران النظام بالفترة الأخيرة بات يستخدم المظلات، صواريخ تحملها المظلات تحدث دمارا كبيرا. هذا الطفل تحديدا كان مع والده وكان معه أخاه الثاني وأمهما كانت خارج المنزل عندما سقطت المظلة على الحي الذي هم فيه، فربما سارعوا إلى المغارة. هناك مغارة كانت تحت المنزل بحسب ما وجدنا جثمان الشهيد على باب المغارة تماما. الشهيد والد الطفل في الحقيقة أشلاؤه يعني بات أشلاء، تمزق جسده من الغارة الجوية. أما بالنسبة للطفل الصغير أحمد في الحقيقة إصابته كانت بسيطة في فمه وفي يده، إصابات بسيطة تم بالإسعافات الأولية تلافيها. أما بالنسبة لأخوه الكبير إصابته كانت متوسطة، نقل إلى المشفى وبات حتى هذا اليوم تم تخريجه من المشفى وعاد إلى أهله، والآن هو في وضع مستقر. طبعا العائلة وكل الحي الذي كانوا في المنزل نزحوا عن الحي بشكل كامل، لأن النظام بات الواضح الاستهداف الصواريخ المظلية للأحياء السكنية. إذا كثير من العائلات الذين هم باتوا الآن ينزحون من هذه المدينة، ما أبقاهم حتى هذه اللحظات هو الفقر ومقومات النزوح التي يفتقرون إليها، فلذلك النظام يستهدفهم ويقوم نعم بتدمير البنية يعني تقول التحتية أنهم لهم. ينزحون، إلى أين ينزحون وما المناطق التي تعرضت للقصف الجوي وما هو الوضع الإنساني؟ أخي الكريم، الوضع الإنساني سيء للغاية، أغلب النازحين يتوجهون باتجاه مخيمات اللجوء على الحدود الشمالية، لأن الوضع الإنساني بات في مدينة اللطامنة لا يطاق. يعني أكثر من 40 غارة منذ الصباح وحتى الآن اليوم على هذه المدينة، القصف بالصواريخ التي تحمل المظلات، بالصواريخ العنقودية، بالصواريخ الفراغية، بالصواريخ الارتجاجية، كلها تستهدف عمق المدينة وداخل المدينة وأطرافها. هذا يعني المدينة باتت مشلولة، في كل مقومات الحياة فيها مشلولة بشكل كامل. يعني فلذلك أهلها معظمهم نزحوا، الذين بقوا قلة قلائل، ولا يوجد حتى نساء أطفال، قلة قلائل جدا. يعني عدد سكان المدينة ربما 30,000 نسمة، يتجاوز 30,000 نسمة، الذين بقوا لا يتجاوز 500 مواطن في هذه البلدة من جراء استهدافها بهذا القصف الهمجي البربري لطيران العدوان الروسي وطيران الاحتلال الأسد. نعم، هذا عن المدنيين، ما المعلومات لديك عن وضع الجبهات مع قوات النظام شمال حماة؟ أخي الكريم، الجبهات مشتعلة، النظام بعد أن تمكن من السيطرة على بلدتي حلفاية وطيبة الإمام يحاول الوصول إلى قرية الزلاقيات وحاجز اللين والمصاصنة ومفرق لحايا والسريتيل، وهذا الخط يعتبر الخط الدفاعي الأول الذي كان قد بناه منذ 8 أشهر، وتمكن الثوار من تحرير هذا الخط. إذا ما تمكن النظام بالفعل من الوصول إلى هذه المنطقة، هذا يعني أن الثوار لم يعد بوسعهم استهداف مطار حمال العسكري بصواريخ الإجراد. أقرب نقطة يستطيعون القصف إليها هي المصاصة أو بالقرب من زلين أو من على مشارف الزلاقيات. فلذلك النظام يستميت والمعارك دائرة حتى في هذه اللحظات، معارك مشتعلة، نسمع دوي الانفجارات بالأسلحة الثقيلة، الاشتباكات وبالأسلحة الخفيفة. تم تدمير رشاش 23 وكذلك تدمير تريكس وتدمير عربة شركة، ومقتل مجموعة من قوات النظام كانوا متحصنين في مبنى في بدل طيبة الإمام بريف حماة الشمالي. نعم محمود الحموي الناشط الإعلامي من ريف حماة، شكرا جزيلا لك.